السلام عليكم ورحمة الله، كيف الأخبار وكيف الأمور؟ أفتح المروحة وأفتح النور، جيس كوباية الشاي وخليك معي. كيف الأخبار؟ ناسنا شفاكة، وصلتوا كيف السي ماشيين؟ كيف الجيتارات الناس القديمين جداد؟ كيف الأغاني الجديدة ماشية معاكم؟ اعتبروا الأغاني دي كلها تمارين على الكوردات وعلى الانتقالات بتاعت الحروف وكده، فحاولوا استفيدوا منها. في زول في التعليق أكثر أغنية كيفتني من الاقتراحات اللي فاتت، اللي هي حيرت قلبي معاك، اللي اي زول عنده نسخه من الكوردات يمكن يكون، لكن انا هسه عملت لي نسخه كده اللي هو انا شايف انه سبحه، يعني ممكن تعزف بها زول حافظه غناها بالكوردات دي، اللي هي الكوردات لا ماينر، بار كود كلها لا ماينر، لا ماينر، مي ماينر. عمل الاشكال دي عرفناها في الحصة اللي فاتت، اللي هي أشكال الكوردات الدو الميجر والماينر كده، اللي هو مي ماينر، لا ماينر، مي ماينر، سول ميجر، مي ماينر، لا ماينر، تاني في الجزء الثاني لا ماينر، لا ماينر، سي، مي ماينر، لا ماينر، سي، ثاني نرجع وكده ماشي كده بسيطة، ما نكتر الكلام كده، انتهت الكوردات بتاعت الهناية. تكتبوا الاقتراحات تانية، حتى لو ما كوردات أغاني، أسئلة، حتى لو أسئلة معقدة أكتر شوية اكتبوها، و وروا الفيديو ده لأي زول بقى يبعكم جديد، اشتركوا.